للحديث أكثر عن هذا الجانب ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي راجح، عضو هيئة علماء اليمن. السلام عليكم، مساك الله بالخير دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، حياكم الله وطبتم وطاب مساكم. حياكم الله وجزاكم الله خيرا وجزا الله المشاهدين كل خير. نعم دكتور، يعني هناك من يقول بأن هذا الفيديو قديم، سواء كان هذا الفيديو قديم أو حديث، كيف تنظر إلى ما قاله زعيم هذه الميليشيات الحوثية بأن أتباعه أو بعض أتباعه يسرقون ما وصفه بالأغنام وما إلى ذلك بالمواشي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم صل وسلم. أما بعد، فكما قال الله جل وعلا: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولا شك أن ما قاله الحوثي ينطبق عليه قول الله عز وجل: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ولا شك ولا ريب أن هذه هي ثمار الحوثي التي زرعها طيلة السنوات الماضية وعلى مدار انقلابه وتسلطه على السلطة غصبا وقهرا، أنتج لنا هذه الميليشيات التي تنهب الأموال الخاصة والعامة بهذه الطريقة. نعم. التي يشكو منها الحوثي قبل غيره. ولا شك ولا ريب أن الحوثي بين أمرين أحلاهما مر وأمرهما أمر من الصبر. إحداهما إما أن يكون الحوثي قد غلب على أمره وأصبحت ميليشياته هي التي تحكم وتحزم، وهي التي تخرب وتدمر وتسوق. نعم. وتقود، وهي التي تنهب وتعتدي وتفجر وتفجر وتلغم، فهو مغلوب على أمره، فيجب عليه أن يسلم الأمر وأن يعترف بالعجز وأن يعترف بالهزيمة. وإما أن يكون الحوثي يستخدم التقية ويستخدم شد الحبل ويستخدم أسلوب المراوغة وأسلوب يعني بكاء التماسيح، فالتمساح يبكي فإذا اقتربت الضحية نحوه بلعها، فقد يكون هذا من قبيل بكاء التماسيح ومن قبيل التقية والمخادعة والكذب. ولا شك ولا ريب أن الحوثي هو الذي بدأ بالسرقات، وهو الذي نهب البنك المركزي الذي كان رصيده أكثر من 6 مليارات دولار، وهو الذي نهب أموال ومدخرات المتقاعدين وكانت تريليونات من العملة اليمنية، وهو الذي صادر ونهب المشتقات النفطية وباعها بالأسواق السوداء بأغلى الأثمان، وهو الذي فرض المكوس والضرائب والجمارك والمجهود الحربي، وهو الذي أخذ أموال الناس الخاصة والعامة، وهو الذي فرض الزكوات، وهو الذي وزاد على الزكاة وبلع الزكاة إلى نفسه، وهو الذي فرض الأخماس، وهو الذي استطاع فعلا أن يذل الشعب اليمني وأن يزرع الألغام وأن يصادر الأموال وأن يفجر مئات المساجد وأن يفجر مئات دور تحفيظ القرآن الكريم وأن يفجر وأن يلغم وأن يصادر مئات البيوت. نعم. نعم. طيب برأيك فضيلة الشيخ الدكتور محمد راجع، هل يعد هذا الحديث لزعيم هذه الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي اعترافا واضحا وصريحا بأنهم يسرقون الطعام كما أشار كما أشارت منظمة الغذاء وبرنامج الغذاء العالمي، وهم يدعون كذبا وبهتانا أنهم مع المواطن وفي صف المواطن وأنهم يواجهون عدوانا وما إلى ذلك؟ بلا شك ولا ريب أن هذه ما هي إلا قطرة من مطرة وغيظ من فيض وقليل من الحقيقة المرة التي تقوم على نهب الأموال ومصادرة الممتلكات، وتقوم على يعني على غصب ونهب جميع المعونات التي تأتي من قبل بعض المنظمات العالمية والدولية، يقوم الحوثي بأخذها ومصادرتها من أفواه الفقراء والمساكين والضعفاء والأيتام، ويصادرها إلى مستودعاته ويبيعها أيضا في السوق السوداء، ويتحكم بموارد البلاد واقتصاد البلاد وأموال الناس وتجارات الناس، ويستخدم كل أنواع الابتزاز والنهب والسلب والجبايات التي أثقلت كواهل المواطنين،
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وفتح له أبواب الخمس وأبواب المجهود الحربي وأبواب المكوس والإتاوات وأبواب الضرائب والجمارك اللا محدودة واللا منقطعة، وفتح على نفسه كذلك أيضا يعني مصادرة الرواتب وكذلك مصادرة المعاشات وكذلك مصادرة أموال المتقاعدين وكذلك أيضا المال العام الذي كان يعني في البنك المركزي، وكذلك أيضا لم يكتفي بهذا حتى أخذ المشتقات النفطية وباعها بالسوق السوداء بأغلى الأثمان، ويعني وبان بذلك كذبه وفجوره حينما دعا وزعم بأنه جاء ليرفع الجرعة. نعم. لاحظوا الآن كم جرع الشعب اليمني. نعم. من غلائب ومن نهب ومن سلب ومن اعتداء وإجرام ومن إراقة للدماء ومن تفجير للمساجد وتلغيم لها وتفجير لدور تحفيظ القرآن الكريم وتلغيم لها، وكم فجر ولغم بيوت المخالفين وكم نهب. نعم. طيب. من الممتلكات العامة. نعم. والخاصة. نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني هناك من يقول أن عبد الملك الحوثي أراد بهذا القول أو بهذا الفيديو بأنه يعني كأنه يريد أن يبرئ ساحته ويبرئ نفسه ويلقي باللوم على آخرين، كيف تنظر إلى ذلك؟ نحن ذكرنا في المقدمة على أن الحوثي بين أمرين أحلاهما مر، إما أن يكون قد غلب على أمره وأصبح فاشلا فاشيا عنصريا لا يستحق أن يقوم ولا أن يبني دولة، وإنما بنى عصابات وشلل وميليشيات، وإما أن يكون الوجه الثاني أنه قال هذا من باب التقية وقال هذا من باب يعني الكذب على الناس وامتصاص غضب الناس ومن باب يعني كما قيل رمتني بدائها وانسلت، ومن باب يعني إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ومن باب أن الحوثي يقول هذا الكلام من أجل فقط أن يهدئ من روع الناس ومن غضب الناس ومن فضائحه التي أصبحت أوضح من الشمس في رابعة النهار والتي لا أصبحت لا يسترها ذيل ولا ينبيها. نعم. ذيل. نعم. لكن دعني أقف معك عند هذه النقطة فضيلة الشيخ، يعني هل زعيم هذه الميليشيا وهو الزعيم يعني هل هو ناشط سياسي عندما يتحدث بهذا الكلام، أم أنه عندما اتهم قادته أم أنه هو المسؤول الأول عن هذا الفعل؟ هو في كل الأحوال المسؤول الأول، لأنه نعم. هو الذي ربى هذه الميليشيات وهو الذي ربى هؤلاء المجرمين. نعم. وهذه ثمرته وهذه نتيجته، ولهذا إذا كان الحوثي يعتب على الذي أخذ المعزة أو أخذ الجنبية أو أخذ الحلي أو أخذ بعض المقتنيات من المتبرعين، فنحن نقول للحوثي أنت من نهب البنك المركزي الذي كان في أكثر من 6 مليارات صحيح. دولار. نعم. وأنت من بلع المشتقات النفطية وباعها بأغلى الأثمان في السوق السوداء التي تعتبر ميزانية عظمى، وأنت من صادر الرواتب والمعاشات وهي مليارات ويعني صادرها إلى جيوب مشرفيه، وأنت أيضا من تجبي وتفرض على الناس المجهود الحربي والمكوس والضرائب والجمارك والإداوات والأخماس وغير ذلك، فنقول له هل نسيت هذه الجرائم العظام التي لا تحصى ولا تعد، ثم بدأت تتباكى على المعزة أو على يعني الجنبية أو على مقتنيات الناس، وأنت قد بلعت دولة بميزانيتها بإمكانياتها بمواردها الداخلية والخارجية، وبلعت يعني معاشات المتقاعدين وبلعت الميناء وبلعت الضرائب والجمارك وبلعت العملة الصعبة وصادرت كل شيء وسيطرت على كل شيء ونهبت كل شيء، فهل نسيت هذه الجرائم العظام؟ نعم. لنفترض جدلا فضيلة الشيخ أنها محاسبة، يعني يحاسب غيره على جنبية وعلى معزة وما إلى ذلك، ولا يحاسب غيره على جنبية وعلى معزة، ولا يحاسب نفسه على دولة بأكملها وبنك وما إلى ذلك. بلا شك هو كما قيل يعني قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر، بمعنى أن الحوثي يحاسب على قتل واحد في غابة جريمة لا تغتفر، لكن هو يقتل شعبا بكامله ويجوع شعبا بكامله ويركع شعبا بكامله، توصيف دقيق. يعني توصيف. يعني
توصيف موفق فعله ويذكر فعل غيره. نعم توصيف. طيب فضيلة الشيخ في هذا الإطار ماذا تقول لكل مخدوع بهذه الجماعة بالنظر إلى تصريحات عبد الملك الحوثي وما قاله؟ نحن نقول الحوثي جاء ليدمر الدين والدنيا ويدمر الدولة ويدمر الشعب ويقضي على الأخضر واليابس. الحوثي خطره على الدين والدنيا على حد سواء. نعم. الحوثي اليوم يطرح نفسه على أنه بديل عن الإسلام كله، فالحوثي هو القرآن الناطق وقرين القرآن وصاحب الحق الإلهي ومن ذوي البطنين والرجلين. والحوثي يقول للناس كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهو يقول للشعب اليوم أنا ابن رسول الله، ويذبحهم وينهبهم بهذا المسمى وينهج نهج الشيطان الرجيم وإبليس اللعين الذي قال أنا خير من. الحوثي يقول أنا خير من جميع أبناء الشعب، وأنا السيد وأنا الملك وأنا السلطان وأنا الأمير وأنا الزعيم وأنا الآمر والناهي. الحوثي جعل نفسه بديلا عن السنة، فكل حديث يخالف العترة بين قوسين الحوثي فإنه مردود. الحوثي يرى أن القياس لا يكون قياسا ما لم يخالف منهج أهل البيت، والمقصود بأهل البيت الحوثي. الحوثي يصادر إجماع المسلمين ويقول كل إجماع يخالف العترة والمقصود بالعترة الحوثي فإنه مردود. نعم. الحوثي يرد أصول الفقه، يقول كل قاعدة أصولية لا توافق أهل البيت والمقصود بأهل البيت الحوثي فإنها مردودة. إذن الحوثي هنا قضى على القرآن وقضى على السنة وقضى على الإجماع وقضى على القياس وقضى على الأصول وقضى على كل شيء، كل شيء جميل صادره الحوثي. الحوثي يسعى لدمار الشعب دينا ودنيا كفقير اليهود، في الدنيا فقير وفي الآخرة إلى النار لأنه مات على الكفر. وهكذا هو نهج الحوثي، يسعى إلى إفساد الدين والدنيا وإلى دمار القيم والأخلاق والمعروف والتوحيد والسنة والملة، قاتله الله ومن أعانه على ذلك. نعم. هكذا هو نهج الميليشيات الحوثية، وهكذا هو نهج زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي. أيضا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي راجح عضو هيئة علماء اليمن، شكرا جزيلا لكم.